السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناة روعة الطبيعة والجمال، أهلا وسهلا بكم مجددا. إخواني أعزائي المتابعين، سنتكلم اليوم عن شجرة الأترج، أو كما تسمى في دول الخليج بإشخاخ أو إشخاخ. طبعا هذه الشجرة عرفها العرب، أو كما تسمى في دول الخليج بإشخاخ، حيث تغنى بها شعراء في مختلف العصور، منهم ابن الرومي الذي قال: كأنكم شجر الأترج طاب معا حملا ونورا، وطاب العود والورق. ونظرا لأهمية تلك الثمرة وتوافرها بكثرة في المزارع ولرخص سعرها، تدافع الكثير من محبي شجرة الإشخاخ لشرائها. ومع تكاثر تلك الفاكهة الحمضية على الأغصان، أصبح الإقبال على اقتنائها بشكل كبير في كل بيت من الأسر. فالبعض يفضل قطفها خضراء لتباع في السوق، أو تقطع ويتم تناولها من أجل التسلية. لكن معظم أهالي الخليج والقاطنين في دولها ينتظرون إشخاخ، أو كما ينطقها البعض إشخاخ، تلك الثمرة الناضجة والتي تأتي للأسواق بكثرة من داخل الإمارات، حيث تتميز برائحة قوية ممزوجة بشيء من الحموضة المحببة، ثمار حمضية. شجرة الإشخاخ باعتبارها من الثمار الموسمية لهذه الأيام، تعتبر شجر الإشخاخ من الأشجار المحببة عند أهل الخليج، لما لها من نكهة ممزوجة بالحموضة ورائحة طيبة المذاق، بينما أوراقها لامعة وأزهارها كبيرة متفرقة أو متجمعة في عناقيد، وغالبا ما يكون لون الثمرة ذهبي اللون، أي حمضة من الداخل. أما القشرة فهي إما أخضر أو أصفر، مركب من قشر ولحم وحمض وبزر، وذات سماكة قوية جدا، بحيث أنه قد يضمها اللب أحيانا إلى حد التلاشي، كما أنها تتميز برائحة مميزة ذكية، ماؤها حامض. من جانبه، أو بالأحرى نعطيكم بعض فوائد شجرة الإشخاخ. فوائد شجرة الإشخاخ: تعد من الثمار التي تلطف وتقطع وتبرد وتطفئ حرارة الكبد، وتقوي المعدة، وتزيد في شهوة الطعام، وتزيل الغم العارض منها، وتسكن العطش، وتقطع الإسهال، وحماضه نافع من الخفقان، وإذا أضيف إلى الطعام أعان على الهضم. أما بذره فينفع من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقالين، مقشرا بماء فاتر، ملين للطبيعة، مطيب للنكهة، وفاتح للشهية، وطارد للريح، ومهضم ومنبه للجهاز العصبي.